بسم الله الرحمن الرحيم. النهار يزورنا السادة الوزراء، السيد الوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وسينغا الكلية النظام. احنا زان عند التطوير وقع عندي الكلية النا والإشكاليات إذا ياس والتكوينات غانا والأفاق، لأنه في منه العرض ينتقي العرض قران عدد الطلبة عدد قران غانا 33 مسلك غانا 22 تعليم مسجل أنا مختبرات قراني نضم التصل الأمور نضم التأهيل الجامعي أنا 16 أسلك الماستر. ثاني تا يوحي بأن الكلية تحت قدام، ولكن يخصص يجن تطور كذلك من البنية التحتية. دونك البنية التحتية تا دوسين السادة الوزراء محمد غزان في علم مكان من غانا ومن زمانك، ونشين تو غتان زين غانيج المشروع نتقدم اسم المشروع سبع خوش عامين زكوامي استجبنا غير المشروع عني 50 مليون درهم، و 50 مليون درهم الحمد لله قد وزد رئاسة الجامعة قجينا يعني التصاميم محمد أدبنان مين دايس مرافق تربوي يعني المدرجات يس 5 المدرجات خاصة بالتدريس، دايس يجن مركب خاص للندوات والمؤتمرات الدولية إكسي 500 بلاصة، دايس قاعة للتدريس تقرانين 4 مزيانين، دايس مكتبة، دايس مرافق إدارية، وليس حتى مراكز يعني الثقافة والرياضة، وهذه نتائج تشجن يعني إن شاء الله ما حد نشوني ما حد نوسع البنية التحتية ما حد نستقبل العدد الهائل من الطلبة 80 عام أواني عام، وأني تأكد هذه تشجن حتى النوعية التدريس إن شاء الله هذه تحسن ما حد نخشنت يعني الكفاءات للمستقبل، وخصنا بانه خشي المقبلين خرج الموضوع تما الدراسه اللي كان عندي كان بكالوريوس ونتيجه الموضوع مهم، ولكن خصص يعني مادام خص سنوات البكالوريوس 4 سنين ودوبو 3 سنين يعني الطلبه تفت مسع الدوندا يعني كتازي 3 سنين، ولهذا خصاص ماني غاغان لهذا ساد الوزراء وشي الاهتمام الموضوع واستجب دي المشروع عندنا. والحمد لله انه نشكر ونشن فخورين بانه الحكومه صاحب الجلاله انا كشان يعني الاهميه الموضوع، وتتو حتى كذلك وقوف صارم والسيد العامل الاقليم صاحب الجلاله اقليم الناظور يبدن حتى تدخل الموضوع ويواكب يعني العمليه زك مزواز يقابل انا غير تسقسي انا ماني والمشروع، والحمد لله قد زرم انه الساده الوزراء وسين مشكورين، ونتمنى ان شاء الله عقب نتمنى ان شاء الله كل شيء يوجد.